السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. والنهاردة معانا الأداة المجانية الخاصة بأجهزة كوالكوم وميديا تك، وأداة جميلة جدا. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، وياريت قبل ما نبدأ الشرح اشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. اهلا بكم معانا النهاردة مرة تانية. النهاردة معانا الاداة المجانية الخاصة بدونجل MCT فيرجن 2.1.3. مبدئيا هنلاقي الملفات دي موجودة تحت الفيديو. كل اللي هنعمله اننا هنبدأ نحمل الملفات الاثنين، وبعدها هنفك الضغط عنهم بطريقة طبيعية. وبعد ما نفك الضغط عنهم بالطريقة الطبيعية هنبدأ في عملية تثبيت الاداة. وطبعا هيتم التثبيت بطريقة طبيعية جدا، وهنمشي الخطوات مع بعض خطوة خطوة. اول حاجة هتظهر لي واجهة التثبيت الاساسية، هبدأ اختار اكسبت من هنا كده واضغط نيكست. هنا هيجي لي قائمة مهمة جدا، لو انت مش منزل التعريفات او في مشكلة عندك في التعريفات هتبدأ تعلم على كل علامات الصح الخاصة بالنسخة بتاعتك. يعني ايه الخاصة بالنسخة بتاعتك؟ يعني لو الويندوز بتاعك 64 هتعلم على كل ال 64، لو 32 هتعلم على كل ال 32. وبعدها هتضغط نيكست ونستنى شوية لما البرنامج يبدأ يقوم بعملية تثبيت جميع الملفات، علشان نتعلم مع بعض ازاي نقدر نفتح واجهة الـ MCT فيرجن 2.1.3. هنستنى ثواني كده لما ينتهي من عملية التثبيت ونرجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين طبعا انا منزل التعريفات قبل كده، فهضغط كلوز كده بالشكل ده لان انا مثبت التعريفات. طبعا هنا بيطلب اعادة تشغيل الجهاز. بعد ما تخلص كل ده اعمل اعادة تشغيل وشغل الاداة بصورة طبيعية. في حالتنا احنا مش هنعمل اعادة تشغيل للجهاز، بعدها هنضغط فينيش بالشكل ده. هيبدأ يظهر لي الواجهة الخاصة باداة الـ MCT فيرجن 2.1.3. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ كده ملف التثبيت انتهى، وعلشان ما يظهر ليش اي مشاكل خالص هنبدأ نعمل الخطوات دي مع بعض. هنروح لملف اللودر وهنبدأ نفك الضغط عنه بالشكل الطبيعي. طبعا انا مثبته قبل كده لكن بنعيد مع بعض علشان الناس تقدر تشغله بدون اي مشاكل. هبدأ اروح على اداة او الواجهة اللي ظهرت لي او الايقونة اللي ظهرت لي من الاداة، وهبدأ اضغط عليها كده واختار open file location، يعني وديني مسار التثبيت الخاص بالاداة. بعدها هروح لملف اللودر، وطبعا كلنا عارفين الفكرة اللي هتحصل. هنبدأ ناخد كل ده كوبي كده ونروح في مكان او مسار التثبيت للاداة، ونضغط بسط زي ما حضراتكم شايفين، ونوافق على الاستبدال. بعد ما وافقنا على الاستبدال وتم اضافة اللودر في الاداة بتاعتنا، طبعا بعد ما ضفنا ملف اللودر في الاداة هنروح للايقونة دي كده ونعمل لها ارسال لسطح المكتب. هنروح على كلمة send to كده مع بعض، ونبدأ نروح على خيار ديسكتوب علشان تظهر لي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه هنا على سطح المكتب. طبعا دي الايقونة اللي البرنامج عملها لي في الاول، طبعا مش هفتحها خالص لان لو فتحتها هيبدا يطلب مني ان ادخل الدونجل بدون تركيب اي دونجل. هتظهر معايا الواجهه اللي حضراتكم شايفينها، هتظهر معايا الواجهه دي. طبعا هنبدا نفتحها بصوره طبيعيه ونستنى مع بعض نشوف الاداه هتعمل معانا ايه. زي ما حضراتكم شايفين بيتم فتح الواجهة بصورة طبيعية بدون اي مشاكل نهائي، والواجهة تفتح معايا بصورة مجانية بشكل كامل. وهنا هيبدأ طبعا يظهر لي جميع العمليات اللي موجودة على الاداة بصورة بسيطة جدا وبطريقة سهلة جدا. طيب في ناس كتير جدا بتبدأ تثبت الاداة بالشكل اللي احنا عملناه، لكن الاداة مش بتفتح معاهم بالصورة طبيعية. ايه الحل؟ الحل هنا في تنزيل الحزمة دي. الحزمة دي طبعا بتثبت لك بشكل اوتوماتيك الملفات الناقصة في النسخة او اللي الاداة محتاجها علشان تقوم بعملية التشغيل. وطبعا الاداة وطبعا الحزمة دي من اهم الحزم اللي هتساعدك في اصلاح مشاكل كتير جدا بالنسبة للبرامج السوفت وير، او كمان اصلاح اخطاء كتير جدا موجودة في نسخة الويندوز بتاعتك. فالحزمة دي مهمة جدا جدا لو انت بتشتغل سوفت وير، مش شرط للاداة دي. طيب احنا نزلنا الحزمة لو في مشكلة وثبتناها، وهي هتقوم بعملية تثبيت الملفات الناقصة اوتوماتيك. يعني كل عليك هتحملها وتفتحها وتسيبها لما تقفل من نفسها. دي الخطوة اللي هتحل لك جميع المشاكل. بعد كده هنروح للواجهة بتاعتنا وهي
دونجل ام سي تي طبعا الغني عن التعريف، افضل نسخه موجوده مجانيه بشكل كامل، طبعا فيها قوائم كتير جدا. طبعا الاداه دي غنيه عن التعريف لانها مهمه جدا وشرحنا عليها شروحات كتير جدا على الاصدارات اللي قبل كده. طبعا اول حاجه قائمه فلاش، وقائمه فلاش بتتقسم هنا لكوالكوم وهواوي وهاي سنس، وطبعا وضع الفاست بوت واجهزه سامسونج وذاكره الاي ام ام سي. الجميل في الموضوع ان الاداه داعمه معالجات كتير جدا من اجهزه كوالكوم وبراندات مختلفه جدا، يعني تقدر تختار اي براند انت محتاجه هتلاقيه مدعوم على الاداه وبصوره مجانيه، ويقدر يعمل لك عمليات كتير جدا مش موجوده في اي اداه مجانيه نهائي، وهتقدر تعمل عمليات كتير جدا بالنسبه لاجهزه كوالكوم في جميع البراندات مش موجوده في اي اداه مجانيه، مش موجوده غير في دونجلات وبوكسات مدفوعه. وزي ما احنا عارفين ان الدونجل ده او الاداه دي من اهم الادوات في عمليه اصلاح الهواتف سواء كوالكوم او المعالجات الاخرى. طيب تقدر تفلش طبعا عن طريق تختار ملف الدي اي، بتضغط هنا مرتين كده وتبدا تختار ملف الدي اي او ملف البوت الخاص بالجهاز او المعالج اللي انت هتشتغل عليه، وبعدها بتقدر تختار كل الملفات من هنا وتقدر تقوم بعمليه فلاش وعمليات كتير جدا. طبعا بالنسبه لاجهزه شاومي نفس الكلام ونفس، وطبعا كل العمليات دي بتقدر تعملها للاجهزه الحامله لمعالج كوالكوم، وده جميل جدا. وطبعا لو لاحظنا هنلاقي عندنا كل البراندات الحامله لمعالج كوالكوم، وطبعا في اجهزه طبعا زي اجهزه اوبو مش داعمه للمعالجات الجديده، داعمه فقط للمعالجات القديمه فقط. بالنسبه لاجهزه هواوي هتقدر تقوم بعمليه تفليش بفلاشة بوردة بطريقة سهلة جدا وبطريقة مجانية وبأداء آمنة جدا جدا. وعندنا برضو تقدر تقوم بعملية تفليش عن طريق وضع الفاست بوت باختيار ملف الـ ABB. بالنسبة لأجهزة سامسونج هتقدر تقوم بعملية تفليش كاملة للملفات الخاصة بأجهزة سامسونج. هنروح لبعد كده لقائمة باك اب اللي موجودة فوق عند قائمة فلاش، طبعا هنلاقي دعم لمعالجات كوالكوم وازاي تقدر تخاطب الذاكرة الداخلية فقط. هنتكلم على كل ده بالتفصيل في شرح عملي هنعمله بعد الفيديو ده على طول على مختلف الموديلات علشان الناس تقدر تشتغل بصورة عملية، لكن النهاردة بنتكلم عن توضيح او شرح كامل للواجهة وازاي تقدر تشغلها وازاي تقدر تثبتها عندك بطريقة سليمة. هنروح بعد كده لقائمة اللوكو، دي من اهم القوائم اللي هنحتاجها في الاداة دي بصورة مجانية. هنا هنبدأ نركز على معالجين فقط اللي هم محتاجينهم او احنا محتاجينهم في شغلنا على الاداة. طبعا في القائمة دي هنبدأ نركز على معالجين فقط اللي هم كوالكوم والام تي، ودول اهم معالجات بنستخدمهم بشكل يومي او بشكل مستمر في البرنامج. طيب اول حاجة معانا اجهزة كوالكوم، وطبعا هنلاقي فيه جميع البراندات موجودة، ومن اهم البراندات اللي موجودة هنا هي اجهزة شاومي. طبعا هتقدر تعمل عمليات كتير جدا في قائمة انلوك بالنسبة لأجهزة شاومي، هتقدر تختار البراند الموجود وهتلاحظ ان الاداة داعمة لمعالجات كتير جدا وموديلات كتير جدا منها معالجات حديثة جدا. طيب لو اخترنا اي موديل تقدر تختار ملف الدي اي الخاص بالجهاز ويكون الحماية بتاعته مفتوحة علشان تقدر تقوم بالعمليات اللي انت محتاج تقوم بيها. ده بالنسبة لأجهزة كوالكوم، وطبعا ده بيسري على جميع البراندات اللي موجودة، المهم في النهاية ان يكون المعالج كوالكوم. بعد كده هنروح لقائمة ريبير، وقائمة ريبير طبعا عقد دعم لمعالجات كوالكوم وسامسونج زي ما حضراتكم شايفين، وقائمة كوالكوم هتلاقي طبعا كل البراندات اللي اتكلمنا عليها قبل كده. بعد كده هنروح لقائمة نتورك، والقائمة دي خاصة بالشبكة زي كتابة السريالات وكتابة السريال او الماك الخاص بالواي فاي والسريال نمبر الموجود للهاتف بتاعنا، وطبعا عندنا قائمة كبيرة للبراندات المدعومة في الأداة. ده من الجميل من اهم الادوات المجانية اللي موجودة في مجال هتفيدنا بشكل كبير جدا جدا في عمليات السوفت المختلفة. طبعا هنلاقي عمليات كتير جدا وفي طرق كتير جدا، فزي ما حضراتكم شايفين الاداة من اهم الادوات اللي موجودة في مجال الجي اس ام، وبنقدمها لك بشكل مجاني، وتعلمنا مع بعض ازاي نقدر نشغلها ونفعلها بطريقة مجانية 100% وبدون اي مشاكل، وكل الروابط موجودة وهنعمل لك روابط بديلة كمان علشان تقدر تستفيد من الاداة بشكل محترم جدا. الاداة بتاعتنا النهاردة مهمة جدا جدا في عمليات كتير مختلفة. بعد ما قدمنا لكم الاداة بالشكل ده وعرفناكم ازاي نقدر نشغل الاداة ونفعلها بطريقة سهلة جدا، الفيديو اللي بعد ده هنقوم بعمل شرح عملي على الاداة لعمليات كتير جدا مختلفة زي ازالة حساب شاومي بشكل نهائي من اجهزة شاومي علشان الناس تعرف تستخدم الاداة بشكل عملي.
لكن النهاردة الفيديو ده هيكون طريقة تشغيل الأداة والتعرف على المعلومات أو المميزات اللي موجودة في الأداة بشكل سهل جدا. بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وياريت ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.